أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة. أنا عايز أقول لكم على السر بقى، حبايبي كتير وبيتصلوا بيا بيقولوا لي يا أستاذ محمد أنت سبت أعلام السلف، مع أنك أنت فضلت حوالي 4 سنين أو 3 سنين ونص وأنت عودتنا على أعلام السلف. وإحنا صحيح بنحب العلماء والأعلام المعاصرين، لكن في نفس الوقت برضو كل كام حلقة كده هات لنا حد من السلف علشان يبقى قدوة لينا. والسلف دول هم اللي تعلموا، يعني إذا كانوا صحابة فهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا تابعين فهم تعلموا من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا من تابع التابعين فهم تعلموا من التابعين. سلسلة كده جميلة وسلسلة رائعة، ولذلك رأيت اليوم أن احنا نرجع إلى أعلام السلف ولو هذه الحلقة بس، وبعدين في الحلقات القادمة إن شاء الله نبقى نكمل العلماء والأعلام المعاصرين اللي أنتوا بتحبوهم. وإحنا طبعا وظيفتنا ان احنا نرضي كل الناس، يعني لان دي شاشة ولازم ارضي حضرتك وارضي حضرتك وارضي حضرتك وارضي الناس كلها، وربنا يعيننا يا رب على رضاكم، وربنا يعيننا ان احنا نقدم لكم كل حاجة مفيدة وفي نفس الوقت كل حاجة وكل مادة ممتعة. عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة الربيع ابن خثيم، هقول لحضراتكم مرة تانية بعدين ممكن يعني نقول ايه، انه فيه عدد كبير من الصحابة والتابعين معروفين وفي عدد تاني مش معروف، مع انهم جميعا كانوا صالحين ومع انهم جميعا كانوا قدوة ويجب ان نقتدي بهم جميعا نتعلم منهم. احنا في عصرنا الحديث لابد ان نتعلم من هؤلاء كل واحد فيهم. لو فتحتوا حضراتكم سير أعلام النبلاء، كتاب اسمه سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، أو فتحتوا تذكرة الحفاظ برضو الإمام الذهبي، أو فتحتوا ابن كثير، أو فتحتوا كثير مثلا حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لابن نعيم وكتير من الكتب، هتلاقوا أسماء بالآلاف، منهم من نعرفهم ومنهم من لم نعرفهم. وأنا يعني بتبقى حاجة تزعلني قوي إن هذه الكتب بتبقى موجودة في المكتبات عند البعض وما بيبصش فيها خالص ولا بيشوفها، وإنما هي عبارة عن ديكور وخلاص. لأ، إحنا لازم نكون مسلمين عمليين، خاصة في الوقت الحاضر بقى إحنا بدأنا جمهورية جديدة وبدأنا بعد الثورة إن إحنا نكون ناس عمليين ونقول ونفعل، مش مسألة ان احنا نقعد نتكلم بس وندردش ونقعد نتكلم كتير. لا، ده مش وقت الكلام وانما وقت العمل ووقت القدوة. خلينا ننزل كده الكتب القيمة ديت من على الارفف، خلينا نغوص فيها نستخرج منها اللآلئ التي تعجبنا والتي تكون لنا قدوة بإذن الله تعالى. اقول مرة تانية عنوان الحلقة، العلم الذي نتناوله في حلقة اليوم اسمه الربيع ابن خثيم. هنعرف عن حياته حاجات كتير. نعرف ان هو اول حاجة ان هو تعلم من مين؟ من صحابي جليل، ان هو احد سادة او احد سادات التابعين، ان هو كان بيشتهر بالزهد، بيشتهر بالعبادة، بيشتهر بالكرم. نعرف كده مناقب هذا الرجل، مش بس علشان نحكي حكاية وانما علشان نتعلم من هؤلاء الصالحين. الحقيقة معايا ضيفين عزيزين إن شاء الله بإذن الله هيعجبوكم كتير، وهم بيتحدثوا في هذا الموضوع ونحاورهم ونتكلم معهم في هذا الموضوع.
الداعية الإسلامي الشيخ مجدي فتوح لقمة. أهلا وسهلا. أهلا بك، نور. والداعية الإسلامي الأزهري فضيلة الشيخ أيمن كركر. أهلا شيخ أيمن. أهلا بحضرتك، جزاك الله. حيا شيخ أيمن، أنت كنت بتمتعنا دائما بالمداخلات بتاعتك، وأنا عايز أقول سر لإخواننا المشاهدين، أنا لما سمعت الشيخ أيمن في كتير من الحلقات بتاعتي في أعلام الأمة خصوصا ورحاب الأزهر، لقيت كده منطق جميل ولغة جميلة وإنسان يعني عنده لباقة في الحديث ومعلومات كتيرة جدا. فأنا قلت له يا شيخ أيمن لو سمحت تيجي علشان أشوفك في القناة يوم الثلاثاء، فما كانش مقرر أبدا أنه هو يبقى معانا في هذه الحلقة، لكن أنا لما شفته بهذا السمت الأزهري الجميل حبيت أنه هو يشاركنا في الحلقة ديت، وأن احنا نستفيد من علمه طبعا مع أخونا فضيلة الشيخ مجدي لقمة. أهلا وسهلا بكم مرة تانية، شرفتم، ويا رب كده تكون حلقة مباركة بإذن الله تعالى. شيخ مجدي التابعي الجليل الربيع بن خثيم، الكتب بتقول إن هو تعلم على يد سيدنا عبد الله بن مسعود بما له من قدر يعني رضي الله عنه وأرضاه، ووصل التعليم بتاعه إلى إن هو بيقول للربيع، بيقول له كلمة يعني والله جذبتني كثيرا. وبيقول له إيه؟ بيقول له لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، وكلما رأيتك ذكرت المخبتين. فحضرتك كده تحوم حول هذا الموضوع وتقول لنا بما استحق الربيع بن خثيم هذه المنزلة الكبيرة، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. فضل شيخ مجدي. الحمد لله من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استنى به نجاه، ومن وقف ببابه ولاذ بجنابه لم يخيب رجاه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حضرتك ذكرت كلمة تاج على رأس الربيع بن خثيم، لو رآك رسول الله لأحبك. ما كان ليصل إلى هذه المنزلة إلا ببلوغه منزلة الحب لعبد الله بن مسعود. ولما لا؟ نعم، قد كانت كل المقومات، مقومات الصلاح، موجودة عند هذا التابعي. نشأ منذ نعومة أظفاره على طاعة الله، حين شب معه الورع ففاطم نفسه مع حداثة سنه على تقوى الله. إذا استيقظ من نومه يقول مرحبا بملائكة الله، اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله الله جميل. يقول أحدهم صحبت أو لزمت الربيع بن خثيم 20 عاما ما سمعت منه كلمة تعاب، ما سمعت كلمة تعاب، بمعنى كل كلامه كان يصعد إلى بارئه، إليه يصعد الكلم الطيب. فهذا الرجل كان له سمت الصالحين. آية ذلك ما ذكره ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو عبيدة، يقول إذا دخل الربيع بن خثيم على عبد الله ما كان له إذن حتى يفرغ كل واحد من صاحبه. الله الله. وما كان يأذن لأحد إلا لعبد الله، يدخل عليه في أي وقت. الله. في أي وقت يدخل عليه، ولا يدخل عليه أحد وعبد الله والربيع موجود معه. هذه المنزلة لا تدانيها منزلة. نعم. وحضرتك إما نيجي نوصل عشان نتكلم على هذه المنزلة، لو رآك رسول الله لأحبك، ويقلده هذا الوسام. المقولة الثانية أو الشطر الثاني من الكلام يفسره، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. ما كفى به ثناء هذه الكلمة. في رواية أخرى كان يقول له إذا رآه وبشر المخبتين، معنى ذلك أن هذا الرجل كان له سمت الصالحين، كان الورع في وجهه وعلامات الزهد والصلاح والتقوى والورع، كل شيء
جمعه هذا التابعي سيد من سادات التابعين، كفى به أن حدث عنه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود. كفى بهذا الرجل أن يسأل عنه يحيى بن معين فيقول لا يسأل عن مثله. الشعبي يقول كان من معادن الصدق وكان أورع أصحاب عبد الله. الذهبي يقول عنه كان حجة ورع تقي قانت رباني. الله، كفى بهذا الرجل ما ذكره هؤلاء الأكابر عنه. نعم، ما شاء الله عليك. الله يحفظك. إذا أردت حضرتك أن أتكلم عن درجة الإخبات عن وعن درجة الصلاة عند هذا الرجل حتى يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وما أدراك ما عبد الله كما ذكرت حضرتك، فهذا فضل من حضرتك. فضل فضل فضل. حين نود أن نتحدث عن درجة الإخبات، أولا نقول أن أهل اللغة قالوا أن المخبتين هم المتواضعين، المتواضعين لربهم، الخاشعين له، المتذللين له. هذا كتعريف. بمعنى أدق أنه هو الذل والخضوع والاستسلام والانقياد والانكسار لله تبارك وتعالى. هؤلاء المخبتون سجدت قلوبهم لله سجدة لن يقوموا منها إلى يوم أن يلقى الله. الله. إلى يوم أن يلقوا الله تبارك وتعالى. فسروا عنه فقالوا أن هؤلاء هم أصحاب الألسن الذاكرة والجباه الساجدة والقلوب الوالهة والأعين الباكية. قالوا عنهم لهم سمات في الليل صفون أقدامهم في محراب الله، يرتلون أجزاء القرآن ترتيلا، إذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا، وإذا مروا بآية فيها تخويف كأن زفير جهنم في مسامع قلوبهم. يلا. وفي النهار هم علماء أبرار أتقياء، براهم الخوف بري القداح، يراهم الناظر يحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض. ومع كل ذلك لهم سمات الورع، سمات الصالحين. فكان إذا رأوا الربيع رأوا ذلك فيه. آية ذلك إذا رآه التجار كبروا وهللوا. يقول أحدهم، أحد تلامذته وأحد أقرانه، يقول له يا ربيع والله ما رأيتك إلا اجتهدت في العبادة شهرا كاملا. الله الله الله. نعم، أكرمك شيخ مجدي. الله يحفظك. الله يحفظكم. جميل والله، رققت قلبي والله، رققت قلبي كثيرا ما شاء الله عليك. شيخ أيمن، في أمر مهم لفت نظري لكلام سيدنا عبد الله بن مسعود وفضلت الشيخ مجدي يعني أشار له، وهو أنه لو رآك، لازم نقف عندها وقفة كده مهمة، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. الله، يعني هؤلاء الناس، هؤلاء الصحابة كانوا يعتبرون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة كبيرة لهذه الدرجة، فكيف كانت يعني العلاقة الكبيرة ديت بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لدرجة ان هم يتمنون انه النبي صلى الله عليه وسلم يحب احدهم، ولو انه لم يرى انسانا لتمنوا ان يراه حتى يحبه. نعم، فضل شيخنا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، سيما عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه المستكملين الشرف. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب أو تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا ضاءوا حموا زانوا هدوا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعلى التابعين لهم بإحسان إنهم نقلوا لما حفظوه منهم عنهم. سبحانك ربي سبحانك، كل قد شهد بأن الملك لك، من عالم الذر الخفي إلى الفلك، ما طار أو عام أو سلك، في السماوات والأرض من جن أو إنس أو ملك، إلا وقد شهد بأن الملك لك. أما بعد، طبعا نحن الآن نتكلم عن تابعي جليل من التابعين الكرام، ألا وهو الربيع
ابن خثيم رضي الله سبحانه وتعالى عنه، وجعلنا الله سبحانه وتعالى معه في الجنة ومع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحقيقة أستاذي فضيلة الأستاذ محمد سأل سؤالا عظيما، ألا وهو: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. فنحن نريد أن نقف أولا عند هذه اللفظة، هل نحن لو رآنا النبي صلى الله عليه وسلم لأحبنا؟ هل نحن إذا وضعنا أنفسنا في هذه المنزلة، وإذا وقف كل منا على هذه الكلمة التي قالها الصحابي العظيم الجليل الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من ابن أم عبد رضي الله عنه وأرضاه، يقول في تابعي جليل: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. هذه منزلة عظيمة، والله هذه منزلة قويمة، كل واحد منا لابد أن يسعى لها. هل منا من يتمنى أنه يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ثم لننظر إلى اهتمام الصحابة الكرام بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا نقطة أخرى في غاية الأهمية. هل منا من ينظر، وهل منا من يريد ويتمنى أن ينال حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ويكون لسان يعني حال كل واحد منا: رسول العالمين فداك روحي وأرواح الأحبة والتقاتي، إمام المرسلين فداك عرضي وأعراض الأئمة والدعاتي، ويا تاج التقى تفديك نفسي ونفس أولي الرئاسة والولاة، فعرضك عرضنا ورؤاك فينا بمنزلة الشهادة والصلاة، ولو سفكت دمانا ما قضينا وفاءك والحقوق الواجبات. الله الله. نريد أن يكون يعني كل واحد منا على هذه المنزلة. الصحابة كانوا يسعون لحب النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله. انظر معي يا أستاذ محمد إلى الحديث العظيم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أن كعب ابن الأشرف يؤذي الله سبحانه وتعالى ورسوله، فقال: من لكعب ابن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. من قام؟ انظر لنعلم ونتعلم كيف كان الصحابة يسعون لحب النبي صلى الله عليه وسلم. قام له محمد بن مسلمة ابن أخت كعب، وقام له أبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، وقال: أنا لك به يا رسول الله. وذهب إليه فقتلاه وانتصر لله ورسوله. هؤلاء كانوا يسعون لحب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك لحب الله سبحانه وتعالى، وحب النبي صلى الله عليه وسلم من حب الله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن ينال حب النبي صلى الله عليه وسلم فتعال معي إلى هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله. إذن هذه منزلة توصل إلى حب الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه علامة المحبة الاتباع، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فكلنا يريد أن يسعى إلى هذه المنزلة. الله الله. وجزاك الله, الله خيرا. وجزاك الله خيرا شيخ أيمن، ما شاء الله عليك. بننتقل شيخ مجدي إلى منقبة أخرى من مناقب سيدنا الربيع ابن خثيم، وأنا على فكرة يحلو لي أن أقول على هؤلاء سيدنا. نعم. إن هم نعم. سادتنا فعلا. نعم. يعني نعم. ومن سادتنا غيرهم يعني. نعم. نعم. فسيدنا الربيع ابن خثيم، وأنا عايز كده الأجيال الصغيرة اللي قدامي خاصة الشباب والبنات الصغيرين يحفظوا الأسماء ديت. نعم. يعني أنا نفسي يعني حلقة زي دي يكون لها تأثير أكثر على الشباب وعلى الفتيات اللي هم يعني ما عندهمش فكرة إلا
أسماء الممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات وهكذا، فإحنا عايزين نعرف الأسماء ديت كويس يعني، ونرددها بيننا وبين نفسنا. ولو أن عددا قليلا من حضراتكم يعني اللي بيشوفوني دلوقتي رددوا كلمة الربيع بن خثيمة مرة لكفانا هذا. نعم. طيب شيخ مجدي، من المناقب الجميلة التي قرأناها سويا يعني وإحنا بنحضر للحلقة عن سيدنا الربيع بن خثيم أنه كان زاهدا. نعم. فيعني أنا عايز كده يعني ريت ملامح الزهد في حياة الربيع بن خثيم. أنا أستأذن فضيلتك، سألتني السؤال اللي فات بما استحق الربيع بن خثيم هذه المنزلة. نعم. إن سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له وما ذكرتك إلا إيه؟ وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. فحضرتك الشطرة الثانية من السؤال كنت قلت لي كيف وصل إلى هذه المنزلة اللي هي صحيح. منزلة الإخبات. صحيح. وأنا لم أجب عنها حقيقة. صحيح. وأريد في عجالة أن أعرج عليها في دقيقتين. لا تحت أمرك. فضل. الله يحفظك. تفضل. فأقول أن هذا رزق من الله، كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله: ما يرزق التقوى إلا امرؤ نقي المعدن طاهر القلب. ما لا ده نقف عندها. ما يرزق التقوى إلا امرؤ تقي. يا نعم. سلام. أيوة. يا سلام. نقي المعدن نقي طاهر القلب. الله. فالربيع لأنها رزق كان يقدم ويقدم لربه فيتقرب إلى ربه. ففي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى فيه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث. إذا معنى ذلك أنه كان يتقرب إلى الله بالطاعات، هذه واحدة. رجل كان يحسب كلامه من الجمعة إلى الجمعة ثم يحاسب نفسه ليلة الجمعة، إيه اللي عمله في الأسبوع كامل فيتقرب. الثانية أنها رزق كما قلنا، إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم في النهاية يوضع له القبول في الأرض. الله. وصل إلى هذه المنزلة لأنه كان راهبا من رهبان الليل، راهب من رهبان الليل. أمه تقول كانت تقوم وتنام وتقوم فتراه صفا قدمه في محرابه، مستغرقا في مناجاته، سابحا في صلاته. لما سئل الحسن البصري ما لنا نرى وجوه المتهجدين مضيئة، قال: خلوا بالرحمن فكساهم من نوره. الله الله الله. إذا معنى ذلك أنه كان راهبا، أنه كان يتقرب إلى الله بالطاعات، أنه كان أبعد الناس عن الذنوب والمعاصي. يس. فوصل إلى هذه الدرجة من الصلاح. الله. جميل. أما عن السؤال الثاني عن الزهد الربيع. الزهد. أنا أحب يا أستاذ محمد أنني أعرف الزهد أولا. نعم. إن كان الناس يظنون أن الزهد بمفهومه المعروف أنه هو التواضع في اللباس والتقشف في العيش وترك زينة الدنيا، فإن الزهد الحقيقي هو زهد القلوب. وأعجبني ما قرأت قولة أبا سليمان الداراني في ذلك، قال عن الزهد: هو ترك كل ما يشغل عن الله. مظاهر الزهد في حياة الربيع بن خثيم تدل على ذلك. يقولون له: لو جالستنا، فيقول: لو فارغ ذكر الموت قلبي ساعة لفسد قلبي علي. يا سلام. ابنته تقول له: يا أبت إذن لي أن ألعب، فيقول لها: يا بنية قولي خيرا. رجل من زهده أقص هذه القصة. فضل. أو هذه الرقيقة. كان له فرس اشتراه ب30,000 درهم، وكان معه غلامه يسار. كبر تكبيرة الإحرام، وهؤلاء إذا دخلوا في الصلاة علموا ما فيها، وذهب يسار ليحتش، وإذا برجل يأتي ليسرق الفرس والربيع يصلي أمامه. وكأن الرجل حين أقرأ القصة كأن الرجل يعلم من هو هذا العابد الذي أمامه. يا سلام. يعلم أنه لن يخرج من صلاته. نعم. جاء يسار. تفضل. أنا بس هرجع للقصة. فضل. بس هاخد أستاذنا وشيخنا الشيخ أحمد عبد الرحمن، وكان يقدم طبعا برنامج الأمثال وهو معروف. نعم. نعم. هو أستاذنا وشيخنا، عنده مداخلة نسمعها دلوقتي. السلام عليكم شيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في فضيلتكم وضيفيك الكريمين. الله يكرمك شيخ. من توفيق الله تعالى لأخونا محمود حسان مدير عام القناة أن أعاد حلقة فضيلة الشيخ محمد الشربيني التي ألقاها يوم الجمعة الماضية، والتي استجاب الله تعالى فيها لكل كلمة قالها فضيلته، فقد تضرع إلى الله أن يرحم مساكين مصر وفقراء مصر ومرضى مصر بحاكم رباني يرعى الله فيهم. وأنا أهني فضيلة الشيخ محمد الشربيني أخي وتوأم روحي، ذلكم العالم الأزهري الذي أجرى الله هذه الكلمات على لسانه وحقق لنا أسمى أمانينا بأن يحكمنا رجل يجيد قراءة القرآن ويجيد قراءة الإسلام. هذه واحدة. اثنين، الربيع بن ختيب ذلكم التابعي الجليل من أفضل وأرق وأروع ما قرأته عنه أنه حفر قبره بيديه وجرب النومة الأخيرة فيه، ثم قرأ قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، ثم جلس وقال ها أنت يا ربيع قد عدت فماذا أنت صانع. والله يا أستاذ سجيني أنا كنت في جنازة المستشار المحامي العام الأول لثمان محافظات في مسيون، وكان قصير العدل موجودا ومعالي النائب العام وكبار المستشارين، وطلب مني أن ألقي كلمة فذكرت هذه المعلومة، فإذا بجثمان فلاح بسيط يوضع إلى جوار معالي المستشار، وجاءت الفلاح وهمس في أذني ادعو لأبي مع المستشار، فقلت أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر وأين المدل بسلطانه وأين المزكى إذا ما افتخر. لنا في هؤلاء الأعلام خير قدوة، أسأل الله تعالى أن يوفق رئيسنا محمد مرسي يا رب وأن يا رب يجنبه العقبات والعثرات، وأرجو الله أن يضع الجيش يده في يده وأن نتناسى كل الماضي وأن نبدأ من جديد. آمين. بارك الله في الرحمة وأخواتها من الفضائيات الإسلامية ونفع الله بكم. وأقول قبل أن أختم للمذيعات المتبرجات والصحفيات المتحزلقات اللائي يهتأن بأسلوب الدكتور مرسي، أمامكم الكثير لتتعلموا الفضائل وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا يا أستاذنا وشيخنا الشيخ أحمد عبد الرحمن، مداخلة قيمة ورائعة، وأنت طبعا يعني ليس غريبا علينا هذا، وقد عودتنا أن نتعلم منك دائما شيخ أحمد، شكرا جزيلا بارك الله فيك. شيخ مجدي في حديث كده رقيق وجميل كنت تذكر لنا رقيقة جميلة والله رققت قلبي كثيرا، أنه سيدنا الربيع بن خثيم يسرق منه فرسه ب30,000 دينار. نعم. فكمل لحضرتك القصة. جاء يسار فقال له قال له يا ربيع أين فرسك؟ قال سرق. قال وأنت أمامه؟ قال كنت أناجي ربي. الله الله. ثم قال اللهم إنه سراقني ولم أكن لأسرقك. يا سلام. ودعا للرجل قال اللهم إن كان غنيا فاهده وإن كان فقيرا فأغنه. الله. هذا الرجل حين تتكلم عن زهده أو عن مظاهر الزهد في حياة الربيع، رجل يا أستاذ محمد يقول عن نفسه أنا آنس بعصافير المسجد من أهلي. يا سلام. إذا جن عليه الليل ووجد غفلة من الناس ذهب إلى المقابر وقال يا أهل المقابر كنا وكنتم، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، رحم الله غربتكم وآنس وحدتكم. أي منزلة من هذا الرجل؟ هذا هو زهد العالم. زهد الربيع ابن خثيم. ينظر إلى الدنيا على أنها حطام، حطام زائل، دنيا فانية. نعم. عارية مسترجعة لا يظن فيها أكثر من ذلك، يعطيها قدره. الله يكرمك شيخ مجدي بارك الله فيك. فضل الشيخ أيمن، الشيخ مجدي يعني ألمح في كلامه في ملامح زهد الربيع بن خثيم رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، انه ذكر يعني حاجه بسيطه جدا لفتت نظري
وأنا أريد أن تعلق عليها وتفيدنا شيخ أيمن بأزهريتك وبعلمك، إنه الموضوع الزهد البعض من المتحزلقين ودول اللي هم يعني ضد الإسلام وهم مسلمون من أبناء جلدتنا، ممكن يقول لك أنتوا بتتكلموا عن الزهد بقى يعني إيه؟ ما نلبسش يعني؟ يعني ما ناكلش؟ يعني إيه أنتوا عايزين إيه مننا بالظبط في الزهد؟ ففضل الشيخ مجدي يعني أشار إلى هذا وقال إنه الزهد ليس بترك الملبس ولا المطعم ولا المشرب الحلال ولا الزوجة ولا الأولاد ولا العمل ولا كل هذا. فياريت كده يعني يا شيخ أيمن، الإنسان كيف يصل إلى مرحلة الزهد علشان بس يفهموا الناس إن مش الزهد ده إحنا نلبس كلام مقطع بقى ونترك الأكل وناكل أي كلام ونشرب أي حق، لا ما ينفعش الكلام ده. فعايزين نوصل إلى مرحلة الزهد إزاي ونفهم الناس إيه هو الزهد في الإسلام. نعم طبعا شيخنا الشيخ محمد، أنا يعني أنت ألمحت في السؤال الماضي وأريد أن أربطه بهذا السؤال، يعني عن نقطة أخذت قلبي كثيرا، يعني أنا أحب أن أعلق على هذه النقطة وهي الأسوة. يعني الله سبحانه وتعالى قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالله عز وجل لم يشترط في الصحابة الإحسان لأنهم جميعا محسنون ولأنهم جميعا عدول، لكن لما ذكر الذين اتبعوهم قال بإحسان. فهذا يدلنا على أن الربيع رضي الله عنه كان من التابعين الذين أحسنوا، كان من التابعين الذين أحسنوا، وكان من التابعين الكرام الذين يعني لهم صفة الزهد، وقال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما قال. لا. أنا أريد حقيقة أن أقول إنني في هذه الأيام والله لقد أوذيت كثيرا، حينما سألني أحد الناس شيخ محمد سألني سؤال، فضل. قال لي: كنت تتكلم اليوم عن عمر بن الخطاب، هل عمر بن الخطاب كان نبيا أم صحابي؟ فقلت له: سبحان الله، أنت لا تعلم؟ قال: والله لا أعلم. فقلت له وشرحت له قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، واهتممت بتعليم هذا الرجل، يعني هذا آلمني كثيرا في الوقت الذي يأتي فيه الواحد منا بابنه، ماذا تريد أن تخرج أيها الولد؟ فمنهم من يقول: أريد أن أخرج طبيبا، وأنا لا أقلل من شأن الطب بحال من الأحوال، ومنهم من يقول: إنني أريد أن أخرج لاعب كرة، ومنهم من يقول: إنني أريد أن أخرج سياسيا أو أخرج يعني فنانا أو مغنيا، إنني أريد أن أسمع في جيلنا من يقول أو من جيلنا من يقول: أنا أريد أن أكون مثل الربيع ابن خثيم. الله. إنني أريد أن أسمع من جيلنا من يقول: إنني أريد أن أكون مثل عبد الله بن مسعود، إنه لن يكون يعني مثل هؤلاء غير أن التشبه بالرجال فلاح. نعم. يعني يا شيخ محمد، أحد العلماء قال لابنه: يا بني ماذا تريد أن تخرج؟ أنت عايز تبقى إيه؟ فقال له: إنني أريد أن أكون عالم مثلك، أنا عايز أبقى مثلك. فقال له: إذن لن تصل إلى شيء. قال: لماذا؟ قال: لأنني صرت عالما لأنني علت همتي فتمنيت أن أكون مثل علي بن أبي طالب. الله أكبر. فلو لم أكن مثله غير أنني صرت عالما. فهذه همة عالية. نعم. نريد أن تصعد الهمم التشبه بهؤلاء. نريد من الأطفال من يقول أو الواحد منا يجلس مع زوجتي ومع أولادي ويأتي مثلا بكتاب الرحيق المختوم أو بأي كتاب من كتب السيرة يعني المختصرة الخفيفة، ويقرأ على زوجته ويقرأ على أولاده: إن التشبه بالرجال فلاح، نريد أن نتشبه بهؤلاء. ثم آتي إلى النقطة التي تحدثت عنها فضيلة الشيخ وأقول:
نعم، كثير من الناس يفهم الزهد بصورة خاطئة، يفهم أن الزهد هو أن أمشي مقطع الثياب، هو أن أمشي بالي المظهر والمنظر، هو أن أمشي يعني كما يقال الشعر غير حسن والمظهر غير حسن والمنظر غير حسن. أقول له لا، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. نعم. والله سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله جميل يحب الجمال، يعني يحب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الكبر فقام أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون يعني ثوبه حسن ونعله حسن. فقال: ليس هذا هو الكبر، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن فالواحد، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الصحابي أنه يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن. ولذلك نريد أن نفهم الزهد بصورته الحقيقية، إن الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى هذه النعم التي أنعم بها على عبده، وأن يشكر هذا العبد، أن يشكر ربه سبحانه وتعالى، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. رأينا من الخلفاء الراشدين من أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بالإمارة والخلافة، ومع ذلك كان يشكر الله: عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق من قبل، عثمان، علي، عمر بن عبد العزيز، رغم أنه أوتي نعمة عظيمة كريمة، وهي نعمة الإمارة على المؤمنين. وطبعا هو مسؤول، لكن في النهاية هذه نعمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ولاه، لأن الله تعالى قال: تؤتي الملك من تشاء. فهي نعمة من منظور أن الله تعالى هو الذي آتاه هذا الملك. أكرمك الله يا شيخ أيمن. الله جميل والله، ما شاء الله قعدة جميلة قوي كده، قعدة نورانية ما شاء الله. أنا مبسوط منها قوي القعدة، لأن هذا اللقاء لقاء مبارك. والله لقاء مبارك، يحضرني رقيقة في موضوع الزهد. تفضل. غني عن البيان ما كان من إبراهيم بن أدهم لما كان مع أبو يوسف وذهب وأمسكوا بكسرات من الخبز وبعدين كلها، ثم نزل إلى النهر واغترف بيديه وشرب، ثم قال: آه يا أبا يوسف، آه يا أبا يوسف، لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم أو ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. يا سلام، ده الزهد الحقيقي. ولذلك يقال في هذا الشأن: رجل جاء لعبد الله بن عمر وقال له: ألست من فقراء المهاجرين؟ فأراد عبد الله بن عمر أن يعلمه، فقال له: هل عندك زوجة؟ نعم. هل عندك امرأة تأوي إليها؟ قال له: نعم. قال: عندك مسكن تسكن فيه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. فقال له الرجل: فإنني خادما. قال: إذن أنت من الملوك. نعم. الله الله الله. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه كان والي على حمص في ولاية عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب عنده وفد وهم موجودين معاه، فقال لهم: اكتبوا إلي بفقرائكم حتى أسد حاجاتهم. فكتبوا إليه، ومن ضمن ما كتبوا سعيد بن عامر. فقال عمر رضي الله عنه: من هذا؟ من سعيد؟ قالوا: سعيد أميرنا. قال: أميركم سعيد بن عامر من الفقراء؟ قالوا: نعم. والله لتمر الليالي ولا يوقد في بيته نار. يا سلام يا سلام. بكى لها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم أمسك بألف دينار وضعها في سرة وقال: أرسلوها إلي. لما جاء الوفد وأعطوها لسعيد بن عامر، إذا به كأنه نزلت به نازلة، حلت به مصيبة، ويقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. خرجت امرأة وقالت له: ماذا حدث؟ أمات أمير المؤمنين؟ قال: الأمر أعظم من ذلك. قالت: هل وقع بالمسلمين مصيبة في موقعة ما؟ قال: الأمر أعظم من ذلك. قالت: ماذا حدث؟ قال لها هذه الكلمة، انظر يا أستاذ محمد، قال: دخلت الدنيا علي بيتي لتفسد علي آخرتي. الله الله. وحلت الفتنة في بيتي، فقالت له وهي لا تعلم أمر الدنانير: تخلص من هذه الفتنة. فأمسك بها ووضعها في سرر ووزعها. يا سلام، يعني منزلة الزهد منزلة عظيمة. نعم. في الإسلام. لكنني يا شيخ محمد أريد أن أضيف إلى أن الزهد لابد أن يصحبه الإخلاص. نعم.
الزهد لابد أن يصحبه الإخلاص. ونتكلم عن الإخلاص بعد ما ناخد الأخت نهلة من الشرقية تحدثنا. السلام عليكم يا نهلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكي. بارك الله فيك يا أستاذ محمد وحي الله الضيفين الكريمين. أسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم. آمين. ورضي الله عن التابعي الجليل الربيع بن حسين رضي الله عنه. هذا الرجل الذي إذا ذكرت مراقبة الله ذكر هذا الرجل، وإذا ذكر الخوف من الله ذكر هذا الرجل، فقد كان شديد الخوف من ربه كثير البكاء من خشيته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال منها: ورجل ذكر الله قاليا فصادت عيناه. وقال في حديث آخر: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. من هنا عمل هذا الرجل العظيم وسعى سعيا حثيثا ليدرك هذه المنزلة العظيمة التي لا تكون إلا لأهلها لا لمن تصنعها. فليست النائحة الدكلة كالنائحة المستأجرة. كان يبكي هذا الرجل بكاء من قتل نفسا فندم عليها، يبكي مستعظما ذنبه محقرا عمله، حتى قال له أهله: كلنا من قتلت حتى نذهب إلى أهل الميت فنسترضيهم، حتى إذا رأوا حالك سامحوك. فقال: نعم قتلت نفسي. لله ضرك يا ربيع، من خشية المولى هوى الجبل الذي في الطور، ولانت قسوة الأحجار، أولم يئن وقت الخشوع، فلا تغرن الحياة سوى مضراري. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا نهلة وبارك الله فيك، شكرا جزيلا. نهلة يعني ابنتنا مسلمة وهي شابة، ويعني رزقها الله سبحانه وتعالى بفقد البصر، ولكنه عوضها عن ذلك نور البصر بحفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية للمكفوفات. يعني ما شاء الله من لغتها واضح. نسأل الله أن يكثر من أمثالها، ومجتهدة جدا جدا. أمين. أمين. ودية يعني مثال صالح. نعم. وقدوة صالحة. طبعا. نعم. طبعا. نعم. طيب شيخ مجدي، في منقبة أخرى حقيقة الوقت بيجري بسرعة معكم، قاعدة جميلة. نعم. جدا. نعم. مجلس يعني تحفنا فيه الملائكة إن شاء الله. في منقبة عظيمة جدا يعني لابد أن نذكرها هنا ولا يمكن أن نفوتها، وهي الخشية والخوف من الله، المراقبة. نعم. موضوع المراقبة، وريت حضرتك برضو علشان يعني أذكر لك بالتحديد تذكر لي قصة المرأة هذه عابدة الكوفة. نعم. يا ريت والله. أنا يا أستاذ محمد نعرف نفسنا أولا، ما هو الخوف؟ الخوف هو تألم القلب من توقع مكروه. وقالوا في ذلك: إذا سكن الخوف القلب احترقت الجوارح، احترقت الشبهات، يحرقها ومن ثم تتأدب الجوارح ويزل القلب ويستكين. ده الخوف. لما أجي أشوف بقى إن الربيع له لا ما بيخافش بس، لا ده بيخشى ربنا سبحانه وتعالى لأنه عالم، وكما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمنزلة الخشية أخص من الخوف. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث الثلاثة رهط الذين أتوا إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن نباته، صح عنه أنه قال: والله إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. الله. فمنزلة الخشية منزلة لا تدانيها منزلة. أول حاجة العالم الرباني كأمثال الربيع بن خثيم يعلم فضل الذين يخشون ربهم، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. الله. لما تيجي مغفرة نكرة وأجر تيجي نكرة، وحضرتك غني عن البيان تعلم هذا جيدا، التعظيم. فهذا يدل على تعظيم تعظيم طبعا طبعا. وبعدين أفضل من هذا وهذا رضا رب العالمين لهؤلاء الخاشين له، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يبقى أول حاجة أنه هو عارف مين منزلة الخاشين. طب أنا عايز أشوف آية ذلك عند الربيع كما ذكرت الأخت وكما تفضلتم حضرتكم عشان قصة عابدة الكوفة.
أنا هاخد خوف الربيع هشوفه خايف من إيه؟ من مواقف، من أمه وهي تراه صفا قدميه طوال الليل تقوم وتستيقظ وتنام وتقوم وهو كما هو يبكي، تقول له يا بني ألا تنام؟ قال لها كيف ينام من إذا جن عليه الليل ويخشى البيات. يبقى أول حاجة هو خايف من الموت. يا سلام، الله خايف يموت. خايف يموت ليه؟ لأنه عالم، يعلم أنه سوف يقف بين يدي رب كريم يسأله عن النقير والقطمير، ما منكم من أحد إلا ويخلو به ربه. ده من اللي بيقول أستاذه عبد الله بن مسعود وهو يتلمز على يديه، قال ما منكم من أحد إلا ويخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول له ربه يا عبدي ما غرك بي، يا عبدي ماذا عملت فيما علمت، يا عبدي ماذا أجبت المرسلين، يا عبدي ألم أكن رقيبا على عينيك وأنت تنظر بهما إلى ما لا يحل لك، ألم أكن رقيبا على أذنيك. فهو يعلم هذا. النقطة الثانية هي بتقول له يا بني من كلام الأخت نهلة، أقتلت نفسا؟ قل لي مين اللي انت قتلته واحنا نروح نسترضيه، لو رأوا البكاء اللي انت فيه والسهر اللي فيه هيرحموك. قال لها نعم قتلت نفسا، قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي. إذن هو معنى ذلك أنه يخشى من الذنوب والمعاصي لأنه عالم، يعلم أنه كلما ارتفعت منزلة القلب كلما كانت العقوبة إليه أسرع. يؤيد ذلك أن سفيان الثوري رحمه الله قال حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أصبته. وقال سليمان محمد بن سيرين، ده بيحكي الكلام ده اللي بيحكيه لسليمان الدراني، نشوف محمد بن سيرين بيقول إيه حين يحاسب نفسه محاسبة الأبرار. قال أصابني دين فعلمت أنني ما أصبت بهذا الدين إلا أنني قلت لرجل منذ 40 سنة يا مفلس. لا إله إلا الله. الراجل بيقول فقصصت ذلك على أبا سليمان الداراني فقال لي قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتوا، وكثرت ذنوبي وذنوبك فلا نعلم من أين نؤتى. يا سلام. يبقى هو عالم وعارف أنه قد يحاسب أكثر من غيره، وقد فصل في ذلك ابن القيم تفصيلا عظيما، هل يسامح الولي التقي كما يسامح غيره؟ العالم التقي هل يسامح كما يسامح غيره؟ وقال هذا أمر مرده إلى الله، واستشهد بأن يونس عليه السلام قد حبسه الله في بطن الحوت بسبب غضبها دون أن يأخذ الإذن من الله، فما كان للنبي من الأنبياء أن يتصرف من تلقاء نفس، إذ أن النبي موصول بالسماء. وعاتب الله على موسى عليه السلام أيضا حين سأله أحدهم وقال له من أعلم أهل الأرض، فقال أنا، فعاتب الله عليه ورده إلى الخطر. إذن هو يعلم أن الولي التقي يحاسب كغيره، فكان يخاف من ذلك. وآية ذلك عندنا لنساء النبي، قال الله تعالى في شأنهن لستن كأحد من النساء، وقال إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ده قال لهم يا أستاذ محمد، نعم قال لهم أكثر من ذلك، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. وفي المقابل قال ومن يأتي منكن إيه؟ اللي يجي منكم بفضيلة بأجر، ومن تعمل اللي تعمل عمل حسن يضاعف لها العذاب ضعفين. إذا معنى ذلك كان يعلم هذا جيدا الربيع، فكان يخاف، كان يخاف ان هو ممكن ان يحاسب حسابا شديدا. نعم. ولذلك حضرتك بتذكر قصة عابرة الكوفة، اغروا به امرأة جميلة وقالوا لها هل ذهبت الى الربيع لتفتنيه على قبلة واحدة؟ دول الشباب اللي كانوا واعطوها 1000، والربيع على فكرة كان شابا يعني في ذلك. نعم. واعطوها 1000 دينار. قالت لهم على قبلة واحدة لكم اكثر من ذلك ان يزني بي. لبست أحسن ما عندها وتطيبت بأحسن الطيب ثم ذهبت إلى الربيع ودخلت عليه، فلما رآها بعد أن تجردت من ملابسها أقبل عليها وهو يقول لها يا أمة الله كيف بك إن نزلت بك الحمى فغيرت ما أرى من جسدك.
أم كيف بك إن نزل بك ملك الموت وقطع منك حبل الوتين؟ وكيف بك إذا سألك منكر ونكير؟ وكيف بك حين تقفين بين يدي العزيز الجليل؟ أم كيف بك إن لم تتوبي حين ترمين في الجحيم؟ يا سلام. فصرخت صرخة ثم غشي عليها ولم تفق منها، وحين أفاقت خرجت الدنيا من قلبه. الله الله. قالوا أردنا أن نفسد على الربيع حياته فأفسد علينا هذه المرأة. يا سلام يا سلام. كانت خشيته خشية، ثم أصبحت عابدة الكوفة بعد ذلك. أقول أكثر من ذلك في هذه النقطة. بنته تقول له يا أبتي ألا تنام؟ قال النار لا تدع أباك ينام. يا الله. اللي هو التفكير، التفكير نعم فيها. نعم. ويشهد لذلك ما رواه أبو وائل وهو شقيق ابن سلمة، قال كنا مع عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هم ماشيين مع عبد الله ومعهم الربيع. قال فبينما نحن كذلك وإذا بعبد الله ينظر إلى حداد وفي يده قطعة من الحديد. أي حد فينا ممكن ينظر إلى هذا الحديد وهو يتشكل ولا يقشعر له قلب، ولكن هيهات هيهات مع رجل من أمثال الربيع بن خثيم. حين نظر الربيع نظر نظرة العالم الرباني، قال هذا هو الحديد الذي قال الله فيه وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، فما بالنا بالدم واللحم ماذا تصنع فيه من نار. فأغشي عليه، سقط ثم قام. قال فمررنا بأتون على شاطئ الفرات، فلما مررنا بهذا الأتون ونظر عبد الله إلى النار وهي تلتهب في جوفه قرأ الآية، آية الفرقان، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، هنالك خر الربيع مغشيا عليه. قال أبو وائل فاحتملناه إلى بيته وجلس معه عبد الله، إلى الظهر لم يفق، إلى العصر لم يفق، إلى المغرب لم يفق، ثم إنه أفاق بعد ذلك. يا سلام يا سلام. هذه هي خشيته. شكرا شكرا جزيلا. خلصت الساعة والله وأنا استمتعت كثيرا وبركة الوقت يعني والله ده أنا حزنت حزنا شديدا على أن الوقت قد انتهى. والله هناك مناقب كثيرة كان هناك له مناقب عديدة رحمه الله. شكرا جزيلا شيخ مجدي، بارك الله فيك. شكرا شيخ أيمن، شكرين. شكرا شكرا شيخكم لينا. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذا اللقاء من لقاءات هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفينا العزيزين الداعية الإسلامي، فضيلة الشيخ مجدي فتوح لقمة شكرا جزيلا، وفضيلة الشيخ أيمن كركر شكرا جزيلا شيخ أيمن. وتحدثنا خلال هذه الحلقة عن تابعين جليل من سادات التابعين هو الربيع ابن خثيم رحمه الله ورضي الله عنه، وإن شاء الله نلقاكم على خير في حلقات أخرى من هذا البرنامج المبارك أعلام الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلام الأمة أقمار للعلم النبوي.